اهلا بيكم اعزائي المشاهدين، حلقه جديده من برنامجكم بيني وبينكم. بنمسي عليكم من هنا ومبسوطين ان انتوا تكونوا معانا. الحلقه فيها حاجات جميله، انبسطنا الاسبوع اللي فات او اليومين اللي فاتوا بافتتاح قناه السويس الجديده، عندنا شويه اخبار حلوه، عندنا شويه مواضيع نتكلم فيها، عندنا سؤال هنساله لكم واحنا محتاجين ان احنا نسمع منكم ونعرف الاجابه، عشان في هدية طبعا زي ما احنا متعودين، هدية جديدة حتى النهاردة، الهدية سبحة من القدس هوريها لكم. بس ارحب بشيرين، اهلا بيك يا شيرين. اهلا بيك يا عودي، مساء الخير. اهلا بيكم اعزائي المشاهدين، مساء الخير عليكم، وحلقة جديدة من بيني وبينكم. مبسوطين بنكون معاكم النهاردة كل يوم اتنين زي ما عودنا حضراتكم، وبنستنى انكم تتواصلوا معانا اثناء الحلقة، نسمع منكم ونسمع اجابتكم على السؤال. وهيكون غير السؤال اللي هتقوله هايدي، هيكون في سؤال تاني عايزه اعرف رايكم فيه. اعزائي المشاهدين، رقم القناه اللي هتتواصلوا عليه معانا 919-391-7000. ما زلنا بنمر بفتره الفرحه دي، ولسه طعم الفرحه موجود، ويا رب يا رب مصر دايما في فرح وسلام على طول، ما يكونش في مشاكل، ما يكونش فيه النزناز اللي كان موجود الفترة اللي فاتت. نكمل حلقتنا معاكم، واهلا بيكم وباتصالاتكم. اعزائي المشاهدين، زي ما احنا متعودين السؤال موجود على الشاشة، عايزين 5 ألقاب للست العذراء موجودة في الكتاب المقدس. 5 ألقاب للست العذراء احنا متعودين ان احنا نقولها وبنتقرب بيها بالألقاب دي، وطبعا يعني دي اسهل حاجة، واحنا عايزين ندي هدايا. الهدية النهاردة هي سبحة من القدس وعليها الختم بتاع القدس، عايزين نديها لكم. اتصلوا بينا، شاركوا معانا، وهنستنى تليفوناتكم زي ما شيرين قالت. رقم التليفون موجود على الشاشة 919-391-7000. هنبتدي بأعياد الميلاد. عندنا أعياد ميلاد أحبائنا واصحابنا والمشاهدين، وابتدوا يبعتوا لنا كمان ان احنا نهني مجموعه من الاهالي، ودي حاجه جميله قوي ان احنا نبتدي معاكم باعياد الميلاد ونشارك مع بعض الفرحه. اول عيد ميلاد امير بغدادي، عندنا صوره امير. امير بغدادي، كل سنة وانت طيب يا أمير من القناة. كمان معانا رانيا خليل، كل سنة وانت طيبة يا رانيا، كل سنة وانت طيبة يا رانيا، عقبال 100 سنة. كمان نمرة 3 نبيه حبشي، كل سنة وانت طيب يا نبيه. باشا كل سنة وانت طيب يا نبيه. وإناس خليل، كل سنة وانت طيبة يا إناس، يانوسة جميلة. كمان معانا الاخ سمير بولس، كل سنه وانت طيب يا اخ سمير، عقبال 100 سنه. كمان حبيبتنا فيولا ساويرس، كل سنه وانت طيبه يا فيولا. كمان معانا ميري جاد، كل سنه وانت طيبه يا ميري، عقبال 100 سنه. مجدي سلوانس، كل سنه وانت طيب يا مجدي، عقبال 100 سنه. كمان جيسون صليب، ابن الاستاذ رأفت صليب، كل سنه وانت طيب يا جيسون، عقبال 100 سنه يا بابا. زي القمر حبيبي. كمان دكتوره معزوزه حبيبه الكل، كل سنه وانت طيبه يا دكتوره، عقبال 100 سنه. كمان في عندنا تهنئه من غير صوره للاسف، من تيتا لولا للدكتوره مريهان رأفت في مصر، من تيتا لولا للدكتوره مريهان رأفت في مصر. بمناسبة عيد ميلادك، وتيتا بتقولك انت وحشتيها قوي قوي، وكل سنة وانت طيبة. كمان القناة بتقولك كل سنة وانت طيبة، وعقبال 100 سنة يا مريهان. كل سنة وانتوا كلكم طيبين، واللي عيد ميلاده قرب وحابب ان حد يهني بأعياد ميلاد او افراح او مناسبات سعيدة، نحب ان احنا نشارك مع بعض ونعيد مع بعض ونفرح مع بعض. ونبتدي الحلقة، هنبتدي الحلقة بالفقرة الروحية النهاردة. وكل سنة وحضراتكم طيبين. احنا ابتدينا الصوم الست العذراء، خلينا ناخد مع بعض لمحة عن حياة الست العذراء.
العذراء مريم هي ابنة يواقيم من نسل داود وسبط يهوذا، واسم أمها حنة من سبط لاوي، وقد شاخ في السن ولم ينجب أولاد، وهذا كان عارا في ذلك الوقت بين النساء، فجميعهن ينتظرن أن يأتي من نسلها المسيح المنتظر. بصلوات حنة ويواقيم ونذرهم استجاب الرب إلى صلواتهم وولدت مريم، تلك التي تقف في كل أجيال التاريخ وفي نقطة المركز من دائرته التي ربطت بين السماء والأرض. لما بلغت مريم عامها الثالث وفى والديها النذر وأدخلاها الهيكل لتخدم فيه، وتربت في الهيكل في مخافة الرب لمدة 12 سنة، ثم خرجت واختار الرب لها أن يكون خطيبها رجلا بارا هو يوسف النجار. كانت هذه الفتاة تعيش في مدينة آثمة تدعى مدينة الناصرة، كما قال الكتاب في يوحنا 1:46: أمن الناصرة يمكن أن يخرج شيئا صالحا؟ في هذا الوسط عاشت مريم العذراء، لكنها كانت كالنور الذي يشاع وسط الظلام. كانت فتاة طاهرة نقية تحيا حياة القداسة حسب دعوة الله، وكانت تعيش في علاقة حية وصحيحة مع الله، وتعرف الكتب المقدسة التي جاءت نعمة الله إلى أن جاءت نعمة الله لتدعوها أن تكون أما للمسيح ابن الله الذي اشتهت الأجيال أن يولد، وتمنت النساء أن يأتي منهن، وهذا بشهادة ما جاء به الملاك. هنتكلم عن صفتين فقط للسيدة العذراء، وهما الخضوع والتواضع. السيدة العذراء بتمتاز بصفات كتيرة جدا نعجز عن أن احنا نوفيها حقها. هنتكلم عن الخضوع، بيتجلى في قبولها لمشيئة الله، فهي الفتاة المخطوبة التي لم تعرف رجلا بشارة رجلا بعد، تأتيها بشارة الملاك أن اختيار السماء قد وضع عليها لتكون أم المخلص. فكان الملاك الأمر صعبا ومستحيلا قبوله، كيف يرى الناس فتاة مخطوبة ولم تتزوج حبلة؟ ماذا نقول لخطيبها؟ كيف يستقبل هذا الوضع مهما كانت شهمته؟ لكنها قالت: هو ذا أنا أمة الرب، ليكن لي قولك. الصفة الثانية هي التواضع، لقد تميزت به القديسة مريم، فبرغم حبلها المقدس فلم تتفاخر به، بل بكل وداعة وتواضع قامت وذهبت لزيارة وخدمة إليصابات. لقد كانت تدرك أن اختيار الله لها هو نعمة، فترنمت لله الذي خلصها واختارها لتكون أما ليسوع، كما قيل في لوقا 1:46: تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي، لأنه نظر إلى اتضاع أمته، فهو ذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني، لأن القدير صنع بي عظائم واسمه قدوس، ورحمته إلى جيل الأجيال للذين يتقونه. مهما تكلمنا بصراحة مش هنكفي ولا نوفي حقها. بركتها وبركة الصوم المقدس تكون معانا جميعا، وكل سنة وحضراتكم طيبين، شفاعتها مع الجميع. أمين أمين. صيام جميل وفترة حلوة أن احنا نفتكر أم يسوع والصفات الجميلة بتاعتها، وأن احنا نحاول نتمثل بيها. ناخد أول مكالمة توني. بس ثانية واحدة، خليك معايا توني، أنا هاخدك بس خليك معايا ثانية واحدة. معاكي أنا هعرض صورة على الشاشة لأن أنا لازم أخد رأيك، لأن عارفة رأيك يهمني قوي. في صورة، معلش لو نحطها على الشاشة وحضرتك تشوفها معانا. الصورة دي الجدارية في شبرا الخيمة، الناس تجاهلت حق أنهم يحطوا حسني مبارك على الصورة دي. أنت مع ولا ضد يا توني؟ هو تاريخ لازم يتحط، هو تاريخ يعني. احنا دعينا ابن الملك فؤاد اللي هو احمد، هو تاريخ ما يقدرش يستغنى عنه. نعم لازم يتحط صوت، وهو عمل حاجات مش ما عملش. عمل بالظبط بالظبط. ما ينفعش نهدم حقه يعني. لا التاريخ ما يقدرش يتلغيه ابدا. نعم. طيب اتفضل بقى تجاوب السؤال زي ما حضرتك حابب. ماشي. هي ألقاب كتيرة: أم النور، وليدة الإله، شورة هارون، الحمامة النقية، الجمرة، السحابة، وكفاية كده عليكم. لا عديت بتفوق. دارس متمكن. أنا مبسوطة أن حضرتك أول واحد اتصلت على الرغم أن أنت كنت عايز بقى في الآخر. شكرا ليك يا سيسون. شكرا ليك، تحياتي للمدام كتير. يا ريت تخليك معنا لآخر الحلقة عشان نشوف أكثر واحد هيجيب. هروح مني فين؟ لا هنروح منك فين صحيح يعني. نورنا. لا
لنا. شكرا لك. شكرا لك. يعني السؤال ده هنطرحه على السادة المشاهدين على مدار الحلقة، وعايزين نسمع آرائهم مع ان احنا نحط ولا مش مع. بس بوني اسأل الاول هايدي. هايدي انت مع ان تتحط صورته ولا لا؟ هو زي ما توني قال، هو تاريخ، و الفترة الأولانية بتاعت الرئيس حسني كان فيها انفتاح وكان فيها تقدم. ليه دايما بننسى الحاجات الكويسة؟ في غلطات، محدش خالي من الخطأ. بس تزوير التاريخ هنا النقطة اللي قال عليها توني، ده تاريخ، اللعب بالتاريخ. يعني على 10 سنين من دلوقتي، 20 سنة، 50 سنة من الآن، والأطفال والأحفاد والأجيال القادمة ما تشوفش صورة الرئيس مبارك أو الرئيس السابق مبارك، ده طمس للتاريخ وتزوير للتاريخ. نقول الامتيازات والأحداث اللي حصلت زي أي تاريخ في العالم، مش كله ناصع البياض، كل حاجة بتتقال سواء أبيض أو أسود، ولكن في النهاية ده تاريخ، ومسؤوليتنا ان احنا نكتبه زي ما هو، والاجيال القادمه هي اللي تقدر تحدد. ميبي يعني معرفش، يعني بنتعلم من الاخطاء دي. احنا ما ننساش ان احنا لما بنقرا التاريخ بنبقى خطوات ان احنا نمشي، مش نبتدي من الزيرو، بالعكس احنا بنبتدي من لما انتهى الاخرون. فلو احنا هنبتدي من الزيرو يبقى احنا مش هنقدر نوصل لاي شيء، ولكن احنا بنبتدي من حيث انتهى الاخرون. فنتمنى ان احنا نصحى شويه ونفوق شويه، ولا يعني ما نقللش من قيمه الناس اللي هي خدمت مصر ووقفت جنب مصر، وكان طيار وحضر الحروب ووقف وقفه جميله لمصر. وعلى فكره هو لو كان عايز يهرب كان هرب من زمان. لو كان ولاده عايزين يهربوا كان هربوا من زمان. حاسين ان هم عملوا غلط، سواء اتعلموا او ما تعلموش، سواء هيبقى نتيجة القضية مع او ضد، ولكن هو تاريخ، وما نقدرش نضحك على الاجيال الجاية بتغيير التاريخ ونديهم تاريخ مزيف. معنا مكالمة تانية، الاخت جوجيت. ايوه اهلا بيكي. اهلا بيكي. اهلا اهلا جوجيت. هاي جوجيت حبيبي. الحمد لله، زي حضرتك. الله يسلمك. ازيك يا شيرين؟ انا بخير حبيبتي، ميرسي ليكي. شكرا ليكي، اتفضلي. وميرسي ليكم على تهنئتكم. انت بركه كبيره حبيبتي، ما ننساكيش ابدا. بس ان شاء الله اوعدك تكون في وقتها بعد كده. خلاص. اتفضلي يا ست الكل. القاضي السيدة العذراء، شريط هارون والعليق عنكبوت العهد، وقصة المنة وعصا هارون، و والباب الذي في المشرق، وقبة موسى، وقدس الأقداس، والسماء الثانية. كذا لقب اهو. انت شاطرة. جميلة. هتقولي لنا ايه النهاردة من سفر الأمثال؟ أقول لكم من سفر الأمثال، فوق كل تحفظ احفظ قلبك لأن منه مخارج الحياة. بحب الآية دي أوي أوي. جميلة. صحيح. جميل. من فضلة القلب يتكلم. طب رأيك ايه في ان احنا كانوا مفروض حطوا صورة حسني مبارك ولا لا؟ حطوها فيه على الجدرية الصورة. معلش لو المخرج استأذنك ترجعها لنا تاني مرة تانية، لازم نشارك في صورة. انا معرفش لسه فاتحة. لا معلش، هي صورة قناة السويس مرسومة. وحطين الرئيسة جمال وانور السادات والرئيس السيسي، فكنا عايزين نشوف. مش حاطين طبعا. لا هيتحط ليه؟ حسني مبارك. حسني مبارك يتحط ولا ما يتحطش؟ يعني انا من رايي مش، يعني دي ما حاجه ما تفيدش قوي، يعني سواء حطوا او ما حطوش. الرقع اللي عمل واللي تعب وعملها في سنه، وبصراحه ده يعني احنا مقدرين تعبه وعمله لمصر، وفعلا بيحب مصر وعايز يبني مصر فعلا. صحيح. شكرا لك حضرتك، رايك يحترم. شكرا. شكرا ليك يا ست الكل. تعيشي حبيبتي. تعيش. معانا مدام اماليا. مدام اماليا مساء الخير. الو الو اهلا بيكي.
ازيكم يا حبايبنا؟ ازيك يا زيك انت يا جميله بجد. كل سنه طيبين عشان تيام العذراء. وانت طيبه حبيبتي. اجابه السؤال بقى ايوه ام النور ايوه الملكه الحقيقيه الكارما سوريا هارون السماء الثانيه ام الله باب السماء وفي كتير كمان بس مش جايين في بالي دلوقتي. شكرا ليكي حبيبتي. شكرا ليكي اماليا. اماليا رايك ايه انه كانوا مفروض حطوا صوره حسني مبارك على الجداريه دي ولا مش لازم؟ لا ممكن تتحط على اساس ان هو يعني برضو عمل حاجات كتير كويسه بس برضو الحاضر دلوقتي اهم. بس ممكن تتحط. هم حاطين جمال عبد الناصر وانور السادات والرئيس السيسي. يعني ما هو من ضمن الرؤساء السابقين يعني كان المفروض يعني المفروض انها تتحط برضه بس برضه يعني الكلام كله يبقى على السيسي بقى الجديد. شكرا ليك يا سكر. شكرا ليك. يسوى معاك يا ماما. طيب هندخل في الاخبار اللي احنا فرحانين بيها ومصر وجمالها واحتفالات قناة السويس. الحقيقه في خبر هنا بيقول قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئه قناه السويس ان بشائر الخير بدات عقب افتتاح قناه السويس الجديده مباشره بعبور 63 سفينه من الاتجاهين بحمولات بلغت 3.3 مليون طن حيث عبرت القناه من الشمال 37 سفينه ومن الجنوب 26 عبرت بالمجرى الجديد للقناة معربا عن سعادته الغامرة بعبور هذا العدد الكبير من السفن وهو ما يعني أن القناة الجديدة بدأت تحقق الهدف من إنشائها في خفض فترات الانتظار داخل القناة. كان الانتظار 11 ساعة قبل ما تعدي المركب وعشان تيجي المركب الأخرى دلوقتي بقت 3 ساعات بس. طبعا بيتعمل مشروعات حوالين القناة. المشروعات دي هتدخل 5 مليار دولار سنويا وفي سنة 2023 هتدخل 15 مليار دولار سنويا ده بالإضافة إلى مليون فرصة عمل للشباب وغير الشباب الدائم. حقيقي حاجة فرحة كبيرة وشرف لينا أن احنا النهاردة نقول فعلا احنا مصريين ولاد الفرعنة. العالم كله بيحتفل وكان عينيه على مصر كانت في الفترة دي شيء كويس جدا. كمان كانت لأول مرة كان بيحتفل المصريين بمشروع قومي إلكترونيا. دي كانت حاجة جديدة قوي على المصريين إنهم ياخدوا رأيهم وكانوا طلبوا منهم إنهم يتصوروا مع يعني في القناة وياخدوا صور ويبعتوها لهم. الشركة المنظمة لحفل الافتتاح كانت بتوجه دعوة لجماهير الشعب المصري قبل أسبوعين من الافتتاح وقالت لهم ابعتوا لنا الصور دي لتمثل الخلفية التي سيقف أمامها الرئيس عبد الفتاح السيسي. احنا معانا مجموعة صور لو هستأذن الكنترول روم يزعها لنا يحطوها. الافتتاح طلع او حطوا هاشتاج باسم مصر بتفرح ومليون وردة للسيسي. في معانا صور لو نشوفها تباعا بعد اذنكم. دي صورة القناة وده صورة الخبر. نرجع لحاجة مهمة جدا وهو ان تأمين الاحتفال في حد ذاته بصراحة لا يقل اهمية ولا فخر من قناة السويس. دي تورتة جميلة قوي يعني معلش احنا صايمين بس خلينا نكيبت لحد بعد الفطار. شيء رائع بصراحة وحاجة تفرح يعني والناس اللي تصوروا. السلطات المصرية اتخذت عديد من الاجراءات الامنية لتأمين حفل قناة السويس. طائرات وقطع بحرية وقفلوا الطريق للسويس وفي كمان يعني
شواطئ تم اغلاقها من المصطفين علشان خاطر يامنوا افتتاح قناه السويس. مش غلط ومش عيب والناس ما تزعلش، احنا كلنا كنا حاطين ايدينا على قلبنا، ربنا يستر ويعدي اليوم ده على خير سواء بره او جوه، يعني سواء على قناه السويس او جوه البلد نفسها، لان انت عندك ناس وفود من العالم كله موجوده على ارضك. يوم ما يحصل حاجه زي دي العالم كله مش ممكن هيفكر يستثمر عندك، انت ما انتش عارف تامن حدث خطير زي ده، الاستثمارات دي هتيجي تباع عنه، والخير هيجي ان شاء الله باذن يسوع الفتره اللي جايه. خلينا نشوف بقى بعد ما قناه السويس دي، يمكن الناس قالوا دي ترعه، فلان ده قال طشت مش عارف مين، لا دي واصله، لا اصلها مش عارف ايه، دي يا دوب حاجه كده تمشي فيها المراكب اللي هي الشراعيه، لا يمكن مراكب ورق، اتقال كلام كتير قوي. لكن بعد الافتتاح يعني سوري يعني سكتوا، هنقول سكتوا، واللي عايز يقول حاجه يقولها بقى بيننا وبين بعض كده. لكن رجعوا قالوا ايه؟ لو ولا هتدخل فلوس ولا تعمل حاجه، دي زيها هي نفس الدخل، هترفع الدخل فين؟ حقايق مقفوله، يعني في عندنا صوره لو المخرج يحطها لنا، رايهم ايه قبل ما القناه دي تتفتح؟ قالوا ان في دي تويته لحد منهم قال ان في انسحاب 6 شركات من مشروع قناه السويس لاستحاله تنفيذه. انا عايز اعرف فبراير. ده فبراير انا عايز اعرف رايك ايه في اغسطس بعد 6 8. جميله قوي الكلمه اللي قالها الابنودي الله يرحمه، يعني خلينا نشوفها برضو سوا، انا مش هقراها لكم، حضراتكم اقروها بس. هم فعلا كارهين الفرح لاولاد البلد دي وايديهم مليانه دم. اعتقد حاجات كتير قوي باللي بتحصل دلوقتي بتقول تم من غير القفا ومن غير غيره، بس فعلا نجاح ومجد الشعب يستاهل ده. ودينا شفنا ايدين المصريين بتعمل ايه، بتعمل حاجات غير عادية، وفي خبر هنقوله على مدار الحلقة جميل برضو، حاجات هتفرح الناس وتسعد الناس وتحسسهم ان في خير جاي باذن يسوع. خلينا ناخد نانسي. نانسي مساء الخير، اهلا بيكي. اهلا بيكي يا نانسي. كل سنه وانت طيبين. طيب. كل سنه وانت طيبه، انت كمان، انت ما بعتلناش صورتك بس كل سنه وانت طيبه. انت قلتي عيد ميلادك، فين الصوره يا نانسي؟ لما اتصور هبعتلك. حاضر. نعم. ايه ده؟ لما اتصور هبقى ابعتلك. لما تتصوري ده كلام؟ ده ما فيش اكتر من الصور على التليفونات ان شاء الله. يعني. سيلفي حتى زي ما بيعملوه. ماشي. الله يهمك، كل سنه وانت طيبه. كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي. وانتوا طيبين. جبت السؤال، هي ام النور وعسى هارون والسماء الثانيه الملكه الحقيقيه، ام النور باب السماء العليقه وشريط هارون. انا حوالي 10 اسماء. حلوين، يعني احنا كده بنشكرك طبعا عليهم. ننسى تاني بس يعني في كتير في بالي. في كتير. لا يا حبيبتي طلبنا 5 بس. كويس ان الناس بتقول اكتر يعني. طيب واجابتك على السؤال الثاني او الاستفسار الثاني منكم، يعني رايك انك تحط حسني، تحط صوره حسني مبارك على الجدريه ولا لا؟ يعني احنا ممكن كنا نحطه علشان نورا برضه عمل يعني عمل من بقاله 30 سنه عمل برضه حاجات حلوه ومش وحشه، بس هو دلوقتي الاستاذ السيسي لان وعد ونفذ في خلال سنه فنفذ وعده، فهو دلوقتي يعتبر. ما هو بصي اي حد اي حد علشان تنفذي حاجه مع ناس حته التكاسل فيها موجوده، انك لازم تديله اوردر وتتابعيه، لو اديتي له اوردر وما تابعتيهوش خلاص كده، لكن عمليه المتابعه دي بتبقى مهمه قوي. طبعا طبعا. وبعدين هم المفروض برضه كانوا يحطوا حسني مبارك زي ما كانوا حاطين في الصوره في اطراف ثانيه كانت مخطوطه. زي ما هو كان رئيس من ضمن الرؤساء. مين؟ الرئيس من ضمن الرؤساء. عمل برضه حاجات كويسه. انا ما سمعتش الاسم. مين؟ مين؟ بعد المفروض كان يحط رئيس حسني مبارك في الصوره اللي انتوا كنتوا عارضينها. هو ده اللي احنا بنسال فيه، هل نحطها؟ على اساس ان هو برضه عمل حاجات حلوه ثانيه. نعم. اكيد. صحيح. لا. شكرا يا نانسي. شكرا. بالعكس. شكرا ليك يا ست الكل، مع الف سلامه. معانا مكالمه ثانيه من محب. الو. الو محب.
اهلا حضرتك مدام شيرين ومدام هايدي. اهلا بيك. اهلا اهلا بيكم. ميرسي خالص. انا بس عايز اتاكد من حاجه. انا كلمت مدام شيرين قبل البرنامج حضرتك فاكره؟ طبعا. انا كنت عايز اتاكد من حاجه، هي الالقاب لازم تبقى من الانجيل ولا الالقاب؟ لا مش شرط، لان احنا ساعات بنستعمل حاجات احنا حاسين بيها. طيب. لا هو انا على جبتهم من الانجيل، فانا كنت معتقد انه عايزينها من الانجيل. اتفضل يا فندم. من العهد الجديد. اتفضل. اولا المسيح قال عليها امرأة، يعني يا سيدتي، فده احد الالقاب. هي كمان قالت عن نفسها المطوبة، قالت هو ذا جميع الاجيال تطوبني، فالمطوبة. وبعدين في قالت عن نفسها امة الرب، والملاك قال عليها المنعم عليها، وهي اليصابات قالت ام ربي، وبعد كده اليصابات برضو قالت مباركة انت في النساء. فدول تقريبا 4 أو 5 غير الألقاب اللي احنا متعودين نقولها يعني. ايوه مظبوط صحيح. شكرا لك يا استاذ محب. تجاوب على السؤال اللي طرحينه عشان الصورة اللي هي معمولة. تحب انا افضل الصورة ان صورة حسن مبارك تتحط عليها، لان ده هو يعني هو ده تاريخ الراجل، قعد 30 سنة، وبعدين هو ليه انجازات ملموسة في مصر. الراجل صحيح. عمل شغل وما فيش اي دليل على ان هو كان له اي يعني اخطاء جسيمه او على الاقل مقصوده يعني. بعدين يعني هو المفروض انه بيتحاكم بيتحاكم والقضاء بقى هو اللي يقول كلمته في الاخر. مظبوط. ايوه مظبوط. لا انا شايف ان هو تتحط الصوره انصافا ليه يعني. شكرا ليك يا محب. شكرا ليك. تابعنا الاخر الحلقه. تابعنا ان شاء الله يعني. تابعنا. يعني دول الاخبار. الناس اللي هي مش حابه الناس تفرح، مش حابين الخير للبلد يا هايدي. ادينا شفنا كذبهم شكله كان شكله ازاي. يعني وهم دلوقتي يعني انا هشاركك يمكن بحاجه. جات لي مكالمه في خلال الاسبوع ما بين الحلقتين. واحده بتسالني بتقول لي هو صحيح سمك القرش اللي لقوه في الفتره دي ده سببه حفر قناه السويس؟ طب هم هيجوا علينا سمك القرش؟ انا ببساطه كده قلت لها اكيد المعلومه اللي جت هي صديقتها بتقول لها كده، قلت لها اكيد المعلومه اللي جت لصديقتك دي جايه من واحد اخواني. طب ما هو من قبل ما يحفروا قناه السويس وكنا سمعنا ان في سمك القرش، ودي بتبقى حالات فرديه يعني. البحر الاحمر بيبقى فيه اسماك متنوعه شويه وممكن تكون خطيره، فيعني هيبتدوا برضو بيبتدوا يشككوا الناس في اي حاجه كويسه. لا دي هيحصل فيها كذا، لا هي هيجد سمك القرش. وبعدين بنلاقي الافكار بسذاجه بصراحه، حاجات غريبه كده. هو يعني مستوى تفكيرهم ليه ليميت، ما بيقدروش يعلوا عنه اكتر من كده. هم مش عايزين. هم ربنا يهديكم وينور عينيكم. بس هو يا ريته سالب بذكاء. لا ما هو اي حاجه بس في ناس بتصدقهم. ما هي غلبانه يا حرام. يعني هم بيشتغلوا على الناس دي، على الناس البسيطه. على الناس البسيطه هي المشكله، الناس انها بتصدق، لكن لما يعرفوا مين اللي قايل الكلام ومين اللي بيخترع هيعرفوا ان هي مجرد كذبة. لازم افكر يعني. يا مظبوط. طيب الخبر اللي بعد كده هنتكلم عن قناة بنما. قناة بنما دي في مدينة بنما، وهي تربط ما بين امريكا الجنوبية وامريكا الشمالية. قررت الهيئة المشرفة على قناة بنما وضع حد بشكل مؤقت لحجم السفن المسموح لها بالمرور في هذه القناة بسبب الجفاف الناتج عن ظاهرة النينو المناخية. احتفلت قبل كده، وهو قد يؤثر بنحو 20% من حجم الحركة في القناة. احتفلت قناة بنما العام الماضي بمرور الذكرى 100 على إنشائها، بعد ما شهدت مرور أكثر من 1,000,000 سفينة عبرها. وتسلمت بنما إدارة القناة من الولايات المتحدة عام 2000. والحقيقة تبلغ إيرادات القناة في الوقت الحالي قرابة $1,000,000,000 سنويا، وهي تحت إشراف الحكومة البنمية. احنا بس بنجيب أخبار أي قناة تانية جنب قناة السويس. القنوات دي بتسهل الحركة، حركة السفن، حركة التنقلات الاقتصادية بين البلاد. طبعا بأن قناة السويس
وقفة الانتظار من 11 ساعة لثلاث ساعات ده هيفرق كتير جدا جدا في زيادة الدخل وسرعة الحركة ومشاريع وحاجات كتيرة جميلة جدا، رغم أنف أي حد بيحاول يبصلها بالنظرة السلبية، ولكن هي إنجاز وخصوصا أنه هو في وقت قياسي. يعني بصي هايدي، أنا أريد وأنت تريدي ويفعل الله ما يريد طبعا. مهما حصل وكان في اتفاقيات دول ومساعدات لكن اللي حصل في قناة بنما دي حاجة من عند ربنا. بالظبط، يعني بالزبط. هو ربنا بقى اللي بيرتب، ومبارك شعبي مصر زي ما بيقولوا مصر هيكون ليها خير، بس احنا نرضي ربنا. احنا لو احنا رضينا ربنا على فكره برضه على وقوفه معانا، لان فعلا ربنا واقف معانا. بالظبط بدون شك. عندنا خبر تاني حلو برضه، بدء تكريك القناه الثالثه، اول خطوه لتحويل بورسعيد الى مدينه عالميه. الخبر ده يا ريت يوفروا لهم حبوب الضغط والسكر زياده شويه، لان دي القناه الثالثه وهيتم حفرها او زياده تعميق القناه دي في خلال 7 شهور بس. خليني اقول لحضراتكم الخبر، هيبدا الحفر غير الجاف في قناه السويس الثالثه بشرق التفريعه، حيث وصلت الى شرق بورسعيد الكراكه مكه اللي شاركت في حفر القناه الثانيه، وسيتبعها عدد اخر من الكراكات. قال المصدر المسؤول في هيئه قناه السويس ان الكراكات سوف تعمل بطول 9.5 كيلومتر و6.5 ميل بحري وبعمق 16 متر، وده خلال 7 شهور. ليه بقى 7 شهور؟ لان القناه الجانبيه بتحتاج الى تعميق فقط، وانها حاليا باعماق متفاوته لا تسمح بمرور السفن العملاقه. هم عنيهم دلوقتي على السفن العملاقه، ودي اهم حاجه احنا ممكن تكون التارجت بتاعنا، لان هي السفن دي اللي بيكون الدخل بتاع القناه منها اعلى. اشار المصدر الى انه بعد حفر القناه الجانبيه ستبدا اعمال انشاء منطقه لوجستيه وبعض المصانع في الاقليم. طبعا نجاح من نجاح، والحاجات دي هتفرق قوي. يعني احنا سمعنا ان قناه السويس بتمثل 10% من الاقتصاد العالمي بالنسبه للملاحه دي. ده شيء كويس ان احنا نفتح المجالات، لان الناس اللي جايه تتفرج علينا دي مش جايه تتفرج على قناه بنفتحها ولا يخت ماشي فيها، لا دي جايه تشوف هنتعاون ازاي معاها وهتخدم مصالحنا ازاي. الناس دي ما مش محبه كده وقعدت ود وسلام، لا 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 لا، دي ناس جايه واحد وواحد بيساوي اتنين. الناس دي بتتكلم بالورقه والقلم، ما بتتكلمش بالعواطف زي الشعب المصري ما هو فاكر، لا لا خالص. الناس كلها جايه تشوف انا هعمل ايه مع الناس دي، هيخدمني الـ 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 الخط الملاحي الجديد ده ازاي، هستفيد منه ازاي. خلينا ناخد مدام ساميه. مدام ساميه مساء الخير، اهلا بيكي. هاي مساء النور، اهلا بيكي يا ساميه. اتفضلي. الو. ايوه اهلا بيكي، اتفضلي. اوكي. بتهيألي اسماء العذراء ما يكونش احلى من مديح العذراء، لانه مليان باسمائها. زي السلام لك يا مريم يا ام الله القدوس، يا تابوت عهد النعمه، يا ذات البدوليه، يا غاليه وثمينه، يا لوحة العهد الجديد، يا والدة الإله، يا يقود غالي الأسنان، يا بتول وعروس، يا سمرة لذيذة طعمة، يا طهرة ونقية، يا كنز الله الموهوب، يا زهرة في البستان، وفي حاجات تانية كتير. جميل جميل، الله عليكي، شكرا ليكي، الله عليكي جميلة مدام فعلا. سامية الله عليكي. طيب مدام سامية هاخد فوت بس منك، رأيك ايه؟ كانت تتحط صورة حسني مبارك على الجدارية مع بقية الرؤساء، ولا مش من حقه تتحط في وسطيهم؟ هم تقريبا كسلوا يكبروا الصورة زيادة، بس هو من حقه كسلوا يكبروا الصورة. فكرة برضه، صدقي ده كل صورة واخدة السود والفيد بتاعها، صورة وفيد. شكرا ليكي، ميرسي يا سامي. يا ريت تكملي معانا لاخر الحلقه، ونحب نسمع صوتك باستمرار. ودخلتك قصرت الحلقه يا مدام سامي. اشكرك جميلة. اشكرك. معانا صباح، اهلا بيكي. صباح تدرس. الو. ايوه اهلا بيكي. اهلا بيكي يا مدام صباح، وانتم طيبين وانتي بالصحه والسلامه. عذرا ميرسي جدا جدا على البرنامج الجميل الشيق ده، بتشتركوا مع الناس والناس بتاخد معاكم دخلات حلوه جدا. ثانك يو ليكي، يخليك يا رب.
بالنسبة للأسماء العذراء في سما تانية، مظلة، كنز خفي، عرش النعمة، الحمامة الحسنة، شوية هارون، وبنت داود، وأسماء كتير، وأم المخلص وأم النور، طبعا أسماء كتير جدا محد يعرف يعملها حق. جميلة، شكرا يا صباح. طب ليك تعليق على الصورة؟ بليز. أنا عايز أقول إن إحنا مش بس بنلغي التاريخ، إحنا كمان بننسى 40 سنة من غير حرب. يا جماعة حسني مبارك ما كانش وحش للدرجة اللي احنا متخيلينها، وعايزين نفهم الأجيال اللي جاية ان ده كان راجل وحش وكان وكان وكان. مفيش رئيس على مستوى العالم مش عايز بلده تبقى في نجاح عشان يستمر ويفضل اسمه في التاريخ العظيم. الناس كلها كانت بتحب فعلا جمال عبد الناصر، كان ناس كتير بتحبه قوي قوي، رغم ان احنا كنا دخلنا في نكسة، لكن هو ما كانش عايز يخش في نكسة. كنا بنحب انور السادات، ولكن طلع لنا الخرفان الارهاب من السجون، وبس برضه عمل ده، ولكن الناس بتحبه فوق دماغه. بالظبط كده، وهم اللي قتلوه بايديهم. انا اقصد ان لكل مرحله وكل تاريخ وكل رئيس فيها الحلو والوحش. بالظبط، مش بس الحلو والوحش، ما نقدرش ننسى الحسني مبارك. احنا جماعه عندنا 40 سنه من غير حرب، احنا دخلوا صحيح. علينا الارهاب صحيح. سنة واحدة موتت كام ألف بني آدم، صحيح. إن كان مسلم أو مسيحي أو مشو وريفر، هو ديانته أو أسلوبه إيه في حياته، هو حر، ولكن كام ناس ماتوا عندنا السنة اللي فاتت، كام ناس حزنت، كام أم بكت، كام من العصرة اللي إحنا عايشينها، والخوف والرعب اللي الناس نايمة فيه. إحنا في أمريكا، في أمريكا إحنا عايشين في أمان، ما هو ما فيش أمان في العالم كله، ولكن مصر كانت أم الأمان، ما كانش حد صحيح. عايش فيها في أمان صحيح. عشان سنة واحدة. يبقى إحنا برضو نقول الراجل ده عمل حاجات كتير، وليه صورة المفروض تتحط بالكاب اللي كان لابسه، هو كان طيار حقيقي. التاني خد لقب قائد قوات المسلحة، وعمره ما كان دخل قوات مسلحة ولا يعرف عنها حاجة، وشكرناها وعملنا حاجات كتير. أنا أسفة طولت عليكم. لا بالعكس، مبسوطين نسمع صوتك، تابعينا باستمرار بليز. شكرا ليك يا حبيبتي، ربنا يخليك. يسوع معاكم، ميرسي ليك يا شيرين، ومنورين الشاشة، وربنا يخليك. ميرسي ليك يا حبيبتي، ثانك يو. مع السلامة. معانا بنت الرب، ابن الرب سوري. الو الو، اهلا بيك. مساء الخير استاذه هايدي، مساء الخير استاذه شريف. اهلا بيك، اهلا، منورنا. ده نور الخناقه وبركه العذراء. الله يخليك، الف شكر. هو الاجابه ام النور، سما ثانيه، الحمامه الحسنه، قامت الرب، وليله الاله، تابوت عهد النعمه، زهرة مكية، في ألقاب كتير جدا للسيدة العظمى. اوكي، شكرا ليك. عندك لا تعليق؟ يا ريت، اتفضل. ليك كل الحرية يعني. بركة الشام العذراء تكون معاك، وتبارك القناة. ربنا يخليك. عندك تعليق على الصورة؟ لا صدقيني. لا اتعب ولا يهمك، شكرا ليك. شكرا ليك، ألف شكر. طيب نكمل اخبارنا. الاخبار عندنا خبر تاني من صحيفه لبوان الفرنسيه، ان الرئيس الفرنسي فرانسوا اولاند محق في دعمه لنظيره المصري عبد الفتاح السيسي لاسباب، اهمها ان مصر تعد اهم دوله تعمل من اجل تماسك العالم العربي، وانها القوه العربيه الوحيده الحقيقيه التي تربط بين النيل والفرات، وإن مصر لديها القدرة على محاربة الإرهاب بسبب جيشها العظيم القوي، والذي يعتبر العمود الفقري للدولة، ولديها المهندسين الذين ساهموا في إنشاء وبناء مشروع قناة السويس الجديدة. أيضا ذكروا حاجة مهمة جدا، لكون مصر أكبر بلد في الشرق الأوسط لديه أكبر طائفة مسيحية، حيث تمثل حوالي 10% من السكان، مشيرة إلى أن تعايش المسلمين مع المسيحيين في مصر لم يكن أمرا سهلا طوال الوقت، وخاصة في صعيد مصر. وقالت الصحيفة أن السيسي قرر مشاركة القوات الجوية المصرية في قصف مواقع تنظيم داعش في ليبيا، بعد أن أصدر التنظيم في ليبيا فيديو بتاريخ 15 فبراير يصور قطع رؤوس 21 مصري مسيحي
خلال ساعات ردت القوات الجوية المصرية على داعش انتقاما للعمال المصريين. بنشكر الناس اللي شايفة الحقيقة وشايفة الواقع وبتقولوا علنا على الصحف. عندي خبر تاني بصراحة يعني عليه 100 علامة استفهام. طباخ مرسي بيقول أشرف سعد إن خيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان كان بيدخل له في السجن برطمان عسل نحل ثمنه 8800 جنيه، مضيفا إلى أن العسل طبيعي بشمعه بيذهب لي في السجن ومعاه الفاتورة بتاعته، لافتا إلى دخول بضاعة طبيعية تقدر ب40,000 جنيه لقيادات الإخوان. هو إحنا يعني بغض النظر عن، عايز أعرف بس البرطمان ده نوعه إيه يعني، والعسل اللي إحنا بناكله ده يفرق إيه أو بلاش يعني إيه الفرق ما بين ده وما بين ده؟ بلس إحنا هنفضل لحد إمتى السجون و بالشكل ده؟ دي 7 ستارز. تليفونات واكل ولا والاكل متنقل. مش اي يعني هو بعد البلاوي اللي عاملها في البلد مهننينهم قوي كده باكلهم وشربهم والحاجات السوبر اللي رايحه لهم دي، يعني الرحمه بقى شويه، ما بتبقاش في ناس بتبني وناس لسه بتاكل في قوت الناس. ما هو ده قوت الناس ده. وبعدين ابو 8000 جنيه. 8000 جنيه البرطمان. هو ده ايه ده؟ كل يوم برطمان؟ هو ايه نوع النحله ايه؟ مش عارفه. مش عارفة ممكن بصراحة. تكون نحله سبيشال. الله اعلم. الله بس احنا كده ما بناكلش طلعنا بصراحه. يلا بالهنا والشفاء. اخلاء سبيل ابو علا، ابو العلا ولا ابو العلا ماضي. احنا عارفين مين المجموعه اللي اتقبض عليها، بس اللي هي طبعا الرئيس السابق المعزول مرسي. بس النهاردة أخلت المحكمة، محكمة الجيزة، سبيل أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط بضمان محل إقامته، وكان هو متهم بالتحريض على أحداث ميدان النهضة وبين السرايات التي راح ضحيتها 23 قتيل و367 مصاب. وكان فريق من نيابة قسم الجيزة ضم كلا من علام أسامة ومصطفى عمر وأحمد مصطفى ومجموعة كبيرة. وجهت النيابة للمتهمين تكوين عصابة مسلحة لترويع المواطنين الآمنين والتحريض على قتل والشروع في قتل وإصابة حوالي 300 شخص من المجني عليهم في أحداث النهضة، بالإضافة إلى اتهامات تحريض أعضاء جماعة الإخوان على القتل وإمداد المتظاهرين بالأموال والأسلحة، فضلا على اتهامات البلطجة وتهديد الأمن الداخلي. رغم كل اللي حصل ده طلعوه إخلاء سبيل وبضمان محل إقامته. إحنا كمان خبرين تاني هنقول أخبار تانية برضو فيها عن الحكم والنيابة بتعمل إيه. مش عايزة أقول بالظبط الخبر، ولكن أنا بس مجرد خليكم فاكرين الخبر ده عشان ليه علاقة بخبر تاني جاي كمان شوية. معانا مشيرة على التليفون. شهيرة. أهلا يا شهيرة. أهلا بيكو. أهلا بأستاذ هادي. أهلا بيك يا حبيبتي. منورين. سيارتي ده نوركم. أهلا بيك. اتفضلي. دلوقتي أسماء العذراء اللي يعني عندي أم النور، تابوت عهد النعمة، والدة الإله، والبتول، والسماء الثانية، وشورية هارون، والمطوبة. جميل. شكرا حبيبتي. عندك تعليق على الصورة اللي كنا بنتكلم عليها من شوية؟ أيوة يعني مش عارفة إرجاء 30 سنة يعني مش عارفة. يعني طبعا المفروض يعني إنه يتحط، لأنه من رئيس لمصر لمدة 30 سنة يعني. يا كفاية إن في عهده يتكلم لا يخطئ يعني. ما تحطتش قاعدة أمريكية على أرضك، يعني ده مهم أوي. يعني شيء طبعا تحسب له يعني. نعم. وربنا يفك ضيقته. أمين. يفك ضيق كل واحد. جميلة حبيبتي. ميرسي. ميرسي قوي. شكرا ليكي. ما تحرمش منك يا ماما. شكرا ليكي. شكرا ليكم. عندنا خبر او مش خبر، انا بس صورة هوريها لحضراتكم عن انجازات حزب النور في مجلس الشعب. انا بس بفكر حضراتكم بمناسبة الانتخابات اللي ان شاء الله هتكون قريب، يعني
لو استاذن بس المخرج، دي انجازاتهم. هو في انجاز كمان بس بصراحه ما ينفعش نحطه على شاشه القناه، هو معروف هو بتاع علي ونيس، فمعلش انا بعتذر، حاجه كده سقطت سهوا بس ما ينفعش تتحط. فدي انجازات الناس اللي مفروض شغاله دلوقتي، واللي شفناه واحد منهم في قناه السويس اللي كان بيقول ما نوقفش للسلام الجمهوري، الراجل واقف ببدلته في منتهى الخشوع والوقار. هم دول اللي مفروض هيظهروا على الساحة في وقت قريب، وهيطلبوا صوتكم علشان يقعدوا على الكراسي ونشرب بقى احنا لو قعدوا من القوانين اللي هيمرروها. خلي بالكم، الناس دي ملهاش امان، وصدقوني اصعب من الاخوان يمكن شوية باينين، والابيض ابيض والاسود اسود عنده، نحافظ على الخاطفين والمخطوفين، اهو اكتر من كده وضوح ايه، لكن دول ابيض النهارده وبكره اسود، فنخلي بالنا لو سمحتوا. طيب نروح على انجازات تانية، عايزين نروح على انجازات تانية. ما بالمره بقى يعني طالما دخلنا في انجازات، بس في خبر تاني بعد كده. نوع تاني من الانجازات، بس ده يعني المفروض ان احنا مبسوطين منه طبعا. اكدت الرئاسه الروسيه الاعداد حاليا للقاء قمه مرتقب بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والروسي فلاديمير بوتين لمواصلة التعاون القوي بين البلدين، والمضي قدما في تعزيز العلاقات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية بين موسكو والقاهرة. يذكر أن موسكو استضافت آخر لقاء بين الرئيسين في 8 مايو الماضي أثناء زيارة الرئيس السيسي لروسيا للمشاركة في احتفالاتها بأعياد النصر، كما زار الرئيس السيسي موسكو قبل ذلك في 12 أغسطس 2014، وزارها أيضا عندما كان وزيرا للدفاع في عهد الرئيس السابق عدلي منصور، كان لازم نحط عدلي منصور طبعا الصورة بتاعته. واستقبلت القاهرة بوتين فبراير الماضي في أول زيارة منذ 10 سنوات والأولى منذ ثورة 25 يناير وتولي الرئيس السيسي الحكم، وكان الرئيس السيسي قد التقى رئيس وزراء روسيا، وذلك على هامش مشاركته في احتفالات مصر بافتتاح قناة السويس الجديدة. دي انجازات، ده اللي بيتقال عليها انجازات. دي بيضاوي دي صوت. معلش. طيب عندي خبر تاني، دراسة اجرتها مؤسسة نيو وورلد ويلث البحثية ان مصر بيها اللهم لا حسد يعني تاني اكبر عدد المليونيرات في افريقيا بعد جنوب افريقيا، يعني جنوب افريقيا نمره واحد وبعد كده مصر. مصر فيها كام بقى؟ 20,200 مليونير. 20,200 حاطين جنوب افريقيا 46,800 مليونير. هي الدراسه ما جابتش غير المغرب والجزائر، المغرب واخده السادس والجزائر السابع، كان نفسنا نعرف بس الدراسه دي الباقيين مين يعني. بس يعني عموما بس يعني. ما ده عارفه هايدي يعني يبين لك حاجه، انت لما قلنا قناه السويس 68 مليار اتلموا في اسبوع صح، يعني في من 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 البيوت من جيوب المصريين يعني. عموما البلد فيها خير وناس حلوه بتحب البلد وعايزه البلد تكبر وتنجز. بس انا نفسي الناس اللي معاهم دول يفكروا ان في ناس معهاش، ان في مؤسسات محتاجه، يعني انت عندك مؤسسات الصحه دي لوحدها والتعليم محتاجين الناس دي. هايدي هي واحده واحده شين، احنا لسه بنبتدي نبني البلد من جديد. ما هو اللي معاه ماسك عليهم يا هايدي، ما هو قعد معاهم مع رجال الاعمال وريق ونشف. ما هو انا جايه في الاخبار اللي جايه، ده الاخبار اللي جايه بقى اللي هي معلش هي مش حلوه قوي، بس يعني ما كنتش اتمنى ان انا اقولها بس كان لازم تتقال. يعني اخلاء سبيل ابو العلا ماضي، وكمان عندنا حبس راعي كنيسة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التبشير بستة أكتوبر. قررت النيابة حبس مدحت 37 سنة وهو يعمل راعي كنيسة بمحافظة المنيا 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بعد اتهامه بالتبشير. كان بيوزع كتب دينية وناس بلغت عنه وقالوا ان هو بيوزع لهم كتب دينية وهي الكتاب المقدس العهد الجديد، واتهموه ان هو بيبشر 4 أيام على ذمة التحقيق، ودخل ونيابة وقضية وهيطلع بكفالة وقصص قصص قصص عشان بيدي كتاب المقدس.
لما بيدي كتاب المقدس هو من حقه يديه، لان التاني اللي بياخد من حقه يفكر. انتوا معتبرينها تبشير، طب ما انتوا بتيجوا تبشروا هنا. دي حاجة. الحاجة التانية وبرضو واقعها برضو للأسف لسه بتحصل، وحنفضل نتكلم على الموضوع ده لغاية لما يتحل. قال الأنبا رفائيل اليوم الاثنين على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: لا تصدقوا ما قاله الوزير، لأن نتيجة الطب الشرعي لم تظهر بعد، لكن يبدو أن الوزير بتصريحاته المتعجلة سيحسم الموضوع لصالح موظفيه بعيدا عن الحق. واختتم تدوينته قائلا: ونحن ننتظر عدالة السماء قبل عدالة القانون، قلبنا معك يا مريم. يذكر أن الطالبة مريم ملاك قد تظلمت من حصولها على درجة صفر في امتحانات الثانوية العامة، مؤكدة أنها تعرضت للظلم. وقد صرح وزير التربية والتعليم محب الرفعي: تم استكتاب الطالبة وقد وجدوا خط الطالبة مشابها للخط الموجود بورقة الإجابة، ومن المستحيل أن يتم أن يكون تم تبديل أوراق الطالبة. ولكن زي ما الأنبا رفائيل بيقول، إحنا هنستنى عدالة السماء، لأن الطالبة دي كانت طالبة متفوقة، ما ينفعش تجيب صفر، ما ينفعش ما ينفعش. معانا شهادات وحطيناها قبل كده، ولكن الظلم له حدود. إحنا بنحب البلد وبنحب نقف جنبها ونقول الحقيقة، ولكن في خطوط حمراء لسه لازم حلول ليها في أسرع وقت. يا رئيسنا يا حبيبنا السيسي، مش هنفوت حاجات ونعدي حاجات، لأن الظلم حرام، الظلم حرام. هو مش هيشتغل لوحده هايدي برضو، ما هو لازم اللي باقيين، هي حاجة تحرق الدم يعني. طبعا يعني مش هنسبق الأحداث، بس بيقالوا أن وزير التعليم من ضمن الناس اللي هيتشالوا في التعديل الوزاري. بس حاجة ما هو هيشيلوا أرضه هيحطوا شاهين يا بنتي، ما هم كلهم نفس الفكر. بس لما يبقى يتعرف أن هو تشال، غير لما يكون يعني هو اللي مشي أو طلع على المعاش، يعني لا هو لازم يتشال للريزن ده، للسبب ده، يعني يتفضح كده ويتقال انه مش. بس لو انتوا يبقى عبرة لمن يعتبر، لو هم فعلا اونست يا هايدي، لو هم فعلا يعني لما يبقى واحد بيدي انجيل واخد واحبسه، يعني احنا فين يا جماعه؟ يعني من فضلكم نفوق شويه. لا، وتعالوا فيهم هنا، ما هم هنا بيوزعوا وفي كل مكان في العالم، بيقفوا في كل مكان. بس انت بلد قانون، انت بلد ثقه في نفسهم. Anyway، خلينا نبعد عن النماذج السيئة دي ونشوف نموذج حلو زي ما عودنا حضراتكم كل حلقة. عشان احنا الحلقة سعيد عبد الحميد 45 سنة اشتغل فترة نقاش، لكنه بسبب مرضه منعه من الاستمرار في العمل. قرر انه يفتح مشروع جديد، ورشة صغيرة في المطرية لإعادة تدوير إطارات السيارات القديمة وتحويلها إلى أساس منزلي وأواني للنباتات بأسعار بسيطة. برافو عليك يا سعيد. أشوف الفكر. نكمل بقية صوره، لو هو ليه كذا صورة لو بعد إذنكم. برافو عليك وتحية لكل واحد بيفكر زيك كده إنه يعمل حاجة. ظروفه الصحية منعته إنه يكمل في مهنته أو وظيفته، يشوف حاجة تانية. المخ المصري بنأكد عليه طبعًا، أحسن مخ طبعًا في العالم طبعًا. ده خبر كويس يعني. طبعا في اخبار تانية كتير، بس احنا عايزين نشوف طبعا الحلول. الكل قال وكفى ووفى، وفي كلام كتير يتقال عن العذراء، يعني مهما اتكلمنا ومهما قلنا عليه مش هنقدر فعلا نوفيها. ولسنا انتم طيبين، الكل فاز النهارده، هنشوف مين اللي كسبان. بس قبل كده عايزه افكر الساده المشاهدين برحله القدس، طالعين من 29/9 ل 9 اكتوبر، وكمان هنبقى طالعين في الغالب هتبقى 27 أبريل ولمدة 10 أيام هنحضر فيها عيد القيامة هناك. فاللي عايز يحجز على الأقل بالاسم للرحلة الكبيرة بتاع السنة الجاية، ولكن الرحلة دي خلاص قربنا نقفل المواضيع، فالحابب ياريت يتشجع، واللي مطلعش لازم يطلع، ونتمنى ان انتوا كلكم تطلعوا معانا وتشجعونا. نشوف مين اللي كسبان معانا النهارده. طبعا كلهم جو زي ما هايدي قالت. بس انا في معلش تنويه كان مفروض اقوله اول الحلقه، لما عرضت الحلقه اللي فاتت الفقره بتاعه التكنولوجيا وحياتنا المسيحيه، كلمني حد بعد البرنامج وقال لي ان فعلا مر بمشكله بسبب الانترنت والتكنولوجيا. احنا هنعيد الفقره دي مره تانية، بس حابه اقول للساده المشاهدين، اي حد لو يعرف محامي من
تورونتو يكلمنا، لان هي بتمر بمشكله كبيره جدا بسبب الانترنت، وبنأكد على المشكله دي، وان شاء الله هنتكلم عنها الحلقه اللي جايه، بس الوقت ما سعفناش. شهيره. شهيره. مبروك يا شهيره، وده صليب ايوه من القدس، وعليه الختم بتاع القدس، وبركه كبيره، واللي حابب اي بركه يتصل بينا، واحنا نحب نفرح الناس كلها. في النهايه بشكركم اعزائي المشاهدين، بشكرك يا شيرين على الحلقه جميله جدا. حقيقي انبسطنا جدا معاكم، وبنوعدكم ان احنا نلتقي بيكم كل يوم اثنين من الساعه 6 لسبعة مساء، وحقيقي بنحب ان احنا نشوفكم، نحب ان انتوا تشاركونا، وعايزين ان انتوا دايما تتابعونا وتتابعوا برامجنا. القناة حلوة قوي بيكو ومنكم وليكم. ان شاء الله نلتقي الاسبوع الجاي. بشكرك يا شيرين. بشكرك يا هايدي، الف شكر. وهنسيبكم مع فيديوهين بصراحة، فيديو صورناه في LA بالوقفة بتاعة احتفالية افتتاح قناة السويس، والابيض واسود لافتتاح قناة السويس الاولانية، تاني هنشوفه سوا مع حضراتكم. بنفكركم كمان باحتياجات القناة، القناة في احتياج في الفترة دي شديد جدا، محتاجين صلواتكم ودعمكم، لان من غير ده احنا مش هنقدر نكمل. فبليز يعني الدعم مهم قوي للقناه في الفتره اللي جايه. هنستنى منكم اتصالاتكم، وبنرحب بيكم في اي وقت. بشكركم، ونتمنى نكون كنا ضيوف خفاف عليكم على مدار الساعه. تصبحوا على خير، ونشوفكم يوم الاثنين اللي جاي ان شاء الله. تصبحوا على خير.